الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع خطة متكاملة لإنشاء مساجد تابعة لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية لكافة الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم ومنارة لنشر صحيح الدين. كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزيري الأوقاف والتضامن الاجتماعي وجه بتعزيز برامج تدريب الأئمة وبزيادة مكافآت المسابقة العالمية للقرآن الكريم لتصل إلى حوالي 2,000,000 جنيه. وتابع الرئيس السيسي كذلك نشاط هيئة الأوقاف وجهود تطويرها والتي انعكست على الزيادة المستمرة في إيراداتها. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع من الانتهاء من مشروع قانون الرعاية البديلة الذي يوفر كافة سبل الحماية للفئات الأولى بالرعاية، مشددا على أهمية قيام كافة الجهات المعنية بتركيز جهودها على توفير سبل الرعاية والدعم للأطفال الأيتام. كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم لمساندة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة مناحي الحياة، موجها كذلك برعاية مبادرتين هما الإتاحة وأحسن صاحب اللتين أطلقتهما وزارة التضامن الاجتماعي على هامش مؤتمر قادرون باختلاف. وفيما يتعلق بتوجه الدولة نحو الرقمنة وميكنة كافة قواعد البيانات، وجه الرئيس بإطلاق المنصة الإلكترونية للغارمين والغارمات مع ربطها شبكيا بكافة المؤسسات المعنية من الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال. توجه وزير الداخلية محمود توفيق يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة إلى القصر الجمهوري بعابدين لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة. وشدد الوزير خلال الكلمة على أن جهاز الشرطة ورجاله الأوفياء على عهدهم بحس وطني وإيمان راسخ من أجل النهوض برسالة الأمن النبيلة بخطى ثابتة قوية لا يوهن من عزمها الصعاب والتحديات، مؤكدا أن مسيرة العمل الوطني ستظل ماضية وصامدة بفضل جهود القيادة السياسية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية نشر أنظمة بطاريات لموسكو شملت بطاريات صواريخ مضادة للطائرات من طراز S-300. وفي سياق آخر أكد المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية تمكنت من تدمير محطة رادار أمريكية الصنع في دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا. لقي 28 شخصا مصرعهم وأصيب 5 آخرون بجراح خطيرة إثر انهيار جليدي في مدينة نينجيتشي في التبت. وأفادت وكالات أنباء بأن مجموعة من الأشخاص علقوا داخل نفق للسيارات إثر وقوع انهيار جليدي، مضيفة أن طواقم الإنقاذ تمكنت من إخراج 53 شخصا من العالقين.